للمزيد من المتابعة يطلعنا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد عن هذا التعاون بين أكاديمية السويدي للتدريب الفني والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تحياتي لكم ولكل متابعينا من داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديدا بجواري ومن داخل محيط المنطقة الصناعية بالسخنة 360. هذه المنطقة التي تشهد منذ قليل وضع حجر الأساس لأكاديمية السويدي الفنية. هذه الأكاديمية التي تقام بجوار عدد من المصانع، وذلك لخلق بيئة تعليمية فنية متكاملة تزود الطلاب وتكون عامل جذب لهم لمزيد من العملية التعليمية التنموية المتكاملة لسوق العمل المصري وللمنتج المصري، بحيث يزود هؤلاء الطلاب بالجانب النظري وأيضا بجانبه الجانب التطبيقي والعملي داخل هذه المصانع المتنوعة والحرف المختلفة، وذلك لتزويد العامل المصري بالمهارات العالية وأيضا المتوافقة مع المعايير الدولية لخلق منتج مصري متكامل دولي بمعايير عالمية ودولية. عودة إليكم مرة أخرى.